حلولكم المستقبليه السريعه شنو؟ حاليا احنا هو زيادة القبول او الانتشار، يعني اليوم عدد البطاقات اللي موجود في العراق في تصاعد كبير، يعني يوم عدد البطاقات المصدرة قارب 18 مليون بطاقة، في السنة الأخيرة فقط حوالي 1,000,000 بطاقة تقريبا ازداد الرقم، ولكن حاليا احنا نركز على القبول أكثر، أي وجود الأجهزة اللي ممكن المواطن يدفع من خلالها في كل مكان. في المؤسسات الحكومية هناك ازدياد كبير جدا باعتبار أن هناك قرارات حكومية، وفي المؤسسات الخاصة أو في المحال التجارية والمطاعم هناك ازدياد، ولكن يعني بشكل يحتاج إلى جهد أكبر. فاليوم احنا نريد نوفر هذه المسألة. اثنين، البنك المركزي العراقي بصراحة والحكومة عملوا بشكل كبير جدا على موضوع الرسوم، حددوا الرسوم بشكل المواطن يعني اليوم ما يدفع أي شيء كرسوم، صفر في عمليات الشراء سواء أونلاين أو عبر الأجهزة داخل العراق. موضوع الدفع الإلكتروني قطعا هو يؤثر بشكل إيجابي جدا بما يتعلق بمكافحة الفساد أو الأمور المتعلقة. شلون؟ أولا يعني فلنفرض اليوم أكو مؤسسة فيها جباية حكومية أو خاصة، أولا هذا السيستم أو هذه الأنظمة لا يمكن التلاعب بها، مسألة يعني فوق المعقدة، فبالتالي جميع هذه العمليات تكون مسجلة. اثنين، هذه تحمي من التلف والأوراق المزورة ونقل هذه الأموال بين المؤسسات وبين المصارف، وتحمي الموظف من ناحية التسجيل أو يأخذ ممكن مبلغ أكثر أو مثلاً يقول هذه الفلوس ناقصة إلى آخره. سيلة موال عملية طبعاً هذه، لأنه كلها حتكون أولاً مسجلة وموثقة بقيمة ووقت ثابت ووصل أصولي ومن خلال سيستم وليس من خلال يعني شخص هو يتحكم بهذه العملية.